السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو، أهلا وسهلا بكم. هذا هو درسنا العاشر في طريقة صنع فيلم كارتوني قصير. اليوم راح نكمل المشهد الثالث، هي عيادة الطبيب. نحتاج صورة من الانترنت، أخذنا هاي الصورة للفوتوشوب وقطعناها، يعني الكرسي. لاحظ أن المنضدة اللي راح نخلي الشخصية خلف هذه المنضدة فقطعنا نصها، وهذه السدية خليناها إلى الجانب، يعني إذا تلاحظها هاي قطعناها بالفوتوشوب. يعني طريقة التقطيع أن ندخلها بالفوتوشوب الصورة وتقطع جزء جزء والخلفية تكملها، يعني الأرضية إذا كانت زرقاء لاحظ كملناها. احنا هسه راح تشوف شخصية الأم، جبناها من المشهد السابق. نأشرها ونجي إلى إديت ونقول له كوبي لاير، ونروح للمشهد الجديد مالتنا ونقول له من إديت نقول له بيست لاير، تجي الصورة تجي نفس الشخصية بكل حركتها. لاحظ هاي الشخصية اجت، اما شخصية الدكتور اللي راح نختارها نجيبها من المكتبة من الحافظينها احنا، يعني هاي ما موجودة عندكم انتم بالمكتبة، لين هذه الشخصيات انا مشتغلها وحافظها عندي بالمكتبة. راح نجيب شخصية مناسبة للدكتور، جبناها من المكتبة وضعناها، هي هذه شخصية الدكتور راح تكون بالمشهد الثاني. حسب طبعا احنا نجيب الصوت، نجيب كل الصوت السابق راح نجيبه، ايضا نجيبه بالطريقة، يعني نقول له من نجيب اوديو ونختار الصوت، نختار نقول له اوديو اول مرة وراح يجينا الصوت كامل، يعني وما راح نسوي لبسينج بهذه الطريقة، لان احنا فقط راح نشتغل الحركة. الآن راح نشتغل حركة. بعض الأصدقاء يقولون إذا كانت حركة الشخصية ويمها شخصية ثانية، الثانية ما تتحرك. طبعا بالرسوم المتحركة حتى لا نشتت ذهن المشاهد، الشخصية اللي هي تتكلم هي تثبت هي تصير بها الحركة، أما الشخصية الثانية تبقى شخصية ثابتة باستثناء تحريك العين. هسه راح نسوي تحريك للطبيب، ايضا نسوي، لان هي الرواية تقول راحت للطبيب والطبيب اخبرها انها ما عدا الكونسرت هذا، وانما وهي قد شفيت باذن الله تعالى، فلازم على الاقل تصير اكو فتحة اكو حركة للفم حتى تتجسد عندنا الرواية اللي يرويها الراوية. هذا المقطع، طبعا هذا المشهد الثاني او الثالث، هذا المشهد، لان احنا المشهد الاول سوينا الراوية، المشهد الثاني الام والبنت، والمشهد هذا في مشهد اخر راح نسوي اللي هو الوالد وهو يوزع الصدقات على الفقراء، راح نسويه بنفس الطريقة هذا، بنفس الطريقة هذا، ما راح نسوي عليه درس لان هو نفس الشيء. راح نرسم شخصيات وراح نرسم شخصيات بالشارع ويتصدق عليهم بشكل بشغلة سريعة، ما تاخذ لها تقريبا 15 الى 30 ثانية. هذه الام هي سمعت الخبر وهي فرحة جدا، يعني سمعت الخبر وهي فرحة جدا، يعني وتلاحظ انها تبكي امام الدكتور او ما شابه. يعني انت اذا اجاك خبر وتسمع خبر مفرح اعتقد راح تنصدم، راح تصير لك يعني اي خبر مفرح كان. لاحظ احنا راح نسوي حركات، نسوي حركة الفم، حركة الايد، حركة، يعني الحركات نضبطها كلها. لاحظ ان شخصية الطبيب صارت خلف المنضدة، ليش؟ لان احنا المنضدة قطعناها من الصورة الحقيقية وخليناها بلاير لوحدها، وخلينا شخصية الدكتور خلفها. هسه إذا تلاحظ احنا دائما بين حركة وحركة نسوي فريز بونز، يعني نثبت العظم، تثبيت العظم حتى نتهيئ للحركة اللاحقة.
طبعا اذا تسوي حركه وتسوي حركه ثانيه بفريم ثاني، البتوين ايضا بين الحركتين لازم تسوي لك فرد شغله بسيطه كتهيئه للحركه للحركه كامله. هسه لاحظ يعني هسه شخصية الطبيب إذا يطلع خارج هذه السدية وراها السدية تصير أمامه أيضا. خلينا الامرأة خليناها أمام التيبلز هذا أمام المنضدة، والدكتور خلف المنضدة يعني صارت. وعدلنا بالأرضية، الأرضية كانت مو هيك يعني، عدلنا بالأرضية ولاحظها أنها صارت هي. أنت حاول أن تدخل على الفوتوشوب وتقطع أي صورة تريدها، يعني تقطعها تقطعها وهي تصير هذه. طبعا الشخصية بها حركات عين عظام احنا مشتغلينها، واكو درس للعظام شلون نسوي عظام للعين، احنا مسوين عظام للعين. نخليها تغمض يعني الشخصية اذا ما عندك حركة. شوف فريز بونز، لاحظ اني اسوي فريز بونز بين وحدة او وحدة. يعني اصدقائنا بعضهم سأل عن حفظ المشروع، حفظ المشروع من فايل وبعدين تحفظه تقول له سيف از وتحفظه كمشروع. اما اذا تريد تصدره تصدره عن طريق هم فايل وتروح اكسبورت اكسبورت تسوي له انيميشن ويروح. لاحظ او اسمها موهو اكسبورتر، يعني من فايل تلقى موهو اكسبورتر وتصدره بال فيديو تريده فيديو او تريده ايمج سيكوينس يعني صور متتاليه اذا تريده. لاحظ ان هاي الشخصيه الدكتور جاي نسويها، هي الشخصيه جاهزه سابقه بها تدوير وبها واي شغلات يعني مشتغلينها احنا. انت هيئ شخصياتك يعني في عملك في مشروعك، هيئ شخصياتك خليهم كلهن بجروب واحد بالمكتبه، يعني اجمع لك عدد من الشخصيات وسميهن لمشروع واحد، اجمعهن بعد ما تكتب السيناريو، بعد ما استدعي كل شخصية لوحدها، كل شخصية لوحدها. انت تقدر كل شخصية تسوي لها اكشن ايضا للحركة، يعني بدل لا احنا هسه جاي نسوي حركة من عندنا، انت باستطاعتك ان تسوي اكشن بهذه الطريقة. احنا راح نراويكم النتيجة النهائية لهذا العمل اللي سويناه، وهي طبعا راح نطلعها باخر الفيديو، لكن راح استعرض لكم بعض الاعمال بعض المشاهد. المشهد الاول مثلا هذا هو المشهد الاول، لاحظ هذا المشهد الاول مستمر، الراوية جالس وهو يلقي محاضرته او موعظته لمجموعه من الشباب. صحيح بعض السياسيين يقولون هاي الشباب قاعدين ما تحركوا، احنا نريد المهم نوصل الفكره حركه الشباب باستطاعتك ان تحرك الراس قليلا، تحرك الجسم قليلا، الجذع قليلا، لكن هي المهم هي الشخصيه الرئيسيه. هذا هو المشهد الاول اذا تشوفه. اما المشهد الثاني هسه راح نطلع لكم المشهد الثاني، لحظة. هذا هو المشهد الثاني، هي البنت مع أمها داخل البيت، وهناك محاورة بسيطة بيناتهم اشتغلناها، يعني هاي مراجعة للدروس السابقة، أعتقد هذا بدرس 9 سويناه. أنا خليت لكم كل هذه الملفات في قائمة تشغيل واحدة سميناها أنمي، دورة أنمي أو ما أعرف ما أتذكر شنو سميناها، تقدر تأخذها. هذه المشهد الثاني، هذا هو المشهد الثالث إذا تلاحظه. إحنا راح نكمل ببعض الشغلات البسيطة كملناها. الأنمي استوديو بعضهم يسألون منو الأفضل، الأنمي أم المايا مثلا؟ المايا برنامج 3D، والايكلون برنامج 3D، و3D ماكس برنامج 3D، البلندر، السينما 4D، ذني برامج 3D. اما برامج 2D هي الانمي، تون بون، كريزي تولك انيميتر، ادوبي انيميتر، الفلاش، هي ذني كلهن يسمونهن ال2D، ويختلفن يعني بالشغل. ال2D يكون اخف، وال3D يكون
يحتاج إلى حاسبة قوية ويحتاج إلى إمكانيات قوية، وخاصة في المايا أو الماكس، لأن عندما ترندر مع الشجرات مع الإضاءة مع يعني تحتاج لك إلى وقت طويل. يعني لا تستغرب إذا أقول لك تحتاج لك إلى أيام في رندرة مشهد قصير، يعني إذا كانت حاسبتك ربما ما يكمل يعني. ولهذا احنا نقول للشباب اذا تريدون تشتغلون اشتغلوا على 2D، اشتغلوا برامج 2D، واذا تريد تشتغل برنامج 3D اشتغل على الايكلون. الايكلون رندره مالته بسيطه، تحتاج الى ساعات اذا مشهد طويل، اذا مشهد قصير لا شويه اقل، انت تقدر تكمل شغلك بهذا. هي هاي البرامج. احنا الغايه من الدوره هذه هي ان نوسع قاعدة مصممي الرسوم المتحركة المشتغلين، والحمد لله ساعدنا عدد كبير من الشباب جاي يشتغلون ويانا وجاي يتابعون وجاي يسألون، وهاي الأسئلة كلها تسعدنا، يعني أسئلة جميلة جاي توصل لنا تنم على ذكاء وعلى حرص الشباب للتعلم. يعني هاي الشغلة جدا بسيطة، يعني يكفيك حاسبة يعني بسيطة وتقدر تشتغل برنامج الأنمي ستوديو. تلقون برنامج الأنمي ستوديو بموقعنا الشخصي، يعني قلنا لكم وهو هذا، إذا تلاحظه هو هذا موقعنا الشخصي، هذا موقعنا الشخصي، تقدر تنزل بهذا البرنامج. برنامج أيضا نزلنا لكم برنامج، راح نرفع برنامج كريزي تورك أنيميتر، نزلناه بالموقع، تقدرون تأخذونه وتتهيئون للدورة القادمة. عندنا دورة إن شاء الله راح نكملها بالكريزي تولك أنيميتر، دورة كاملة يعني شاملة بكل برنامج الواجهة وغيره. شلون سوينا دورة الأنمي ستوديو. هسه حبايبنا هذه هي الشخصيات مالتنا، ومن الرندر راح تشوفون النتيجة النهائية. إذا رندرت لو فرضا وصار عندك خطأ خلال العمل، باستطاعتك أن تعدل وترندر على نفس الملف على نفس الفايل، تسوي على نفس الطريقة وتكمل. طبعا احنا المشاهد كل مشهد نسميه بكيفك، انت تريد تسوي بنفس الطول الفترة الزمنية للمشهد الراوي الأول، أو تريد تسوي مقاطع. أنا سويت شوية مقاطع حتى يقلل لي رندرة الفيديو. إذا تلاحظ هو هذا يعني كمل رندرة فيديو، هسه إذا تشوفه يعني جاي يتحدث هذا. المهم أترككم مع النتيجة النهائية. إذا عندكم سؤال، عندكم أي شيء، لا تنسون كتبونا أي سؤال. والأصدقاء اللي يقولون خاف نزعجك نزعجكم، هاي لا ماكو أي إزعاج، بالعكس إحنا نتقبل أي سؤال برحابة صدر، ونعرف إن هذا متعلم. يعني سألوا عن كل شيء، يعني حتى وإن كان شيء يعني عندكم غير ذي فائدة، لا هو بفائدة للجميع. يعني السؤال اللي نطرح إحنا راح نجاوب عليه، البقية لما يقرون التعليقات راح يعرفون الإجابة من عندنا إن شاء الله. بالختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر قناة كارتون شو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال لها الطبيب: مبروك، سنتوقف عن الكيماوي لأن حالتك تحسنت، وأنت غلطتي حينما حلقتي شعر رأسك. غمرتهم السعادة جميعا.